مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم وتغطيه اخباريه جديده عن المعدن الاصفر، حيث يفاجئ الذهب الجميع بعد صعوده 50 جنيه قبل يومين، والدولار في طريقه لل 50 جنيه، مستجدات واسعار الذهب والدولار في تغطيتنا الاقتصاديه اليوم. حقق الذهب اليوم الاحد استقرارا دون تغيير في اسعاره، وذلك بعد صعوده في محلات الصاغه مقدار 50 جنيه جديده قبل يومين من اعلان البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائده للمره الخامسه على التوالي. ووصل سعر أغلى عيارة الذهب وهو عيار 24 ل 4297 جنيه للبيع و 4320 جنيه للشراء في أول التعاملات داخل محلات الصاغة. ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 3760 جنيه للبيع و 3780 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيار الذهبية نحو 3222 جنيه للبيع و 3240 جنيه للشراء. وسجل أقل سعر جرام ذهب من عيار 14 لأدنى قيمة نحو 2506 جنيه للبيع و 2520 جنيه للشراء. وعالميا، وسجل سعر أوقية الذهب نحو 2715 دولار للبيع و 2716 دولارا للشراء. وفي بورصة الذهب، تجاوزت أسعار الذهب عتبة 2700 دولار للمرة الأولى في أكثر من أسبوعين. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 2709 دولار للأونصة، مسجلا أعلى مستوياته منذ 6 نوفمبر. أما الآن فننتقل لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري. هتسجل سعر الدولار اليوم 49.62 جنيه للشراء كأقل سعر بعد 49.80 جنيه كأعلى سعر بالأمس، ويظل متراجعا من أعلى سعر سجله في مارس الماضي وهو 50.85 جنيه للشراء. وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.60 جنيه للشراء و 49.74 جنيه للبيع، وجاء في البنك الأهلي وبنك مصر 49.62 جنيه للشراء و 49.72 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري 49.62 جنيه للشراء و 49.62 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 49.62 جنيه للشراء و 49.72 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة أيضا 49.62 جنيه للشراء و 49.72 جنيه للبيع. وكان أعلى سعر للدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، هتسجل 49.84 جنيه للشراء و 49.94 جنيه للبيع. كانت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وذلك بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25% و 28.25% و 27.75% على الترتيب. مشاهدينا، دي كانت مستجدات أسعار الذهب والدولار خلال اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، ولكن نزلنا نتابع مع حضراتكم كل جديد. Gracias.